السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس مادة الرياضيات للتلاميذ المستوى الثاني ابتدائي. عنوان هذا الدرس هو الأعداد من 101 إلى 999. إذا نبدأ بالنشاط المقترح هنا في بداية الصفحة لنبحث جميعا، نلاحظ المثال ونكمل كتابة وتفكيك العددين. لاحظوا جيدا هذا المثال، هنا لدينا 3 صفائح، الصفيحة تمثل المئات، إذن هنا لدينا 300، لدينا هنا 3 قضبان، وهنا في العشرات لدينا 3، وبالنسبة للوحدات لدينا 1، 2، 3، 4، 5، إذن 5 وحدات، 3 عشرات، 3 مئات. إذن العدد الذي حصلنا عليه انطلاقا من التمثيل هو 300، 300، 335، 335. إذن نضع هذا العدد في جدول التفكيك بحيث 300 هي العدد 300، إذن 300، 3 عشرات تساوي العدد 30، و5 وحدات هو الرقم 5. إذن هنا قمنا بتفكيك العدد 335، وهنا قمنا بكتابته بهذا الشكل: 300 زائد 30 زائد 5 تساوي 335. إذن نفس الطريقة سنقوم بتطبيقها بالنسبة لباقي الأعداد. إذن نبدأ بهذا العدد الموجود هنا، لاحظوا جيدا هنا سنبدأ بالوحدات، إذن لدينا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 7 وحدات. إذن سنضع هنا في الوحدات 7 دوائر أو أشرطة صغيرة هنا في الوحدات، ونكتب هنا الرقم 7 تحت الوحدات. إذن هنا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، وضعت هنا خطوط، يمكن وضع دوائر، وهنا نكتب 7. بنفس الطريقة سنحسب العشرات التي تمثل القضبان. إذن هنا لاحظوا هنا لدينا 1، 2، 3، 4، 5، 6، إذن 6 عشرات هنا، نضع هنا 6 ونكتب هنا 6. وأخيرا بالنسبة للمئات، هنا لدينا لاحظوا هنا 1، 2، 3، 4، إذن نكتب هنا 4 في المئات ونضع 4 خطوط هنا في المئات. إذن هنا نحصل على العدد 467، 400، 6 عشرات، و7 وحدات. هنا لدينا 400 أي العدد 400، نضع هنا 400، نكتب هنا 60، العدد 60، وهنا لدينا 7 وحدات، إذا نكتب هنا الرقم 7. ممتاز. إذا هنا لدينا 400، نكتب 400 زائد 60 زائد 7، إذا 400 زائد 60 زائد 7 تساوي 467. إذا نكتب هنا هذا المجموع ونكتب العدد هنا 467. ممتاز. نمر الآن للمثال الأخير. لاحظوا هنا عدد الوحدات 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، إذا نكتب هنا 8. بالنسبة لعدد العشرات نحسب عدد القضبان، لدينا 1، 2، 3، 4، إذا نكتب هنا 4. وأخيرا المئات، هنا لدينا 3 صفائح، إذا نضع هنا 3 في المئات لنحصل على العدد 348. إذا 300 نكتب هنا 300، 4 عشرات نكتب هنا 40، و8 وحدات نكتب هنا 8، 348. إذا قمنا بتفكيك هذا العدد 348 في هذا الجدول الذي يسمى جدول التفكيك. 300، 300، 4 عشرات، 40، 8 وحدات، 8. إذا نكتب هنا 300 زائد 40 زائد 8 تساوي هذا العدد 348. إذن هذا هو النشاط المقترح هنا في بداية الصفحة. ننتقل لباقي الأسئلة. إذن السؤال الأول: أكتب الأعداد الممثلة. لاحظوا هنا لدينا معداد، لدينا 3 سيقان، لدينا الوحدات، العشرات، والمئات. إذن هنا نحسب عدد الوحدات. إذن هنا لدينا 1، 2، 3،
أربعة خمسة ستة سبعة، إذا نكتب هنا سبعة في الوحدات. بالنسبة للساق الخاصة بالعشرات فإنها فارغة، إذا نكتب صفر. وهنا لدينا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، إذا نكتب 9. إذا نحصل على العدد 907. 907، 907 وحدات. نمر للمعداد الثاني، إذا الوحدات نكتب هنا صفر. هنا لدينا 4، نكتب في العشرات 4، وفي المئات لدينا 1 2 3 4 5 6. إذا نحصل على العدد 640 في المعداد الثاني. بالنسبة للمعداد الأخير، هنا لدينا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، إذا نكتب 9. هنا لدينا 4 في العشرات، وأخيرا لدينا هنا 1 2 3 4 5 6 في المئات. إذا نحصل على العدد 649 في المعداد الثالث. نمر للسؤال الثاني، تقريبا نفس الشيء. نقوم بحساب الوحدات 1 2 3 4 5 6 7، نكتب هنا 7. بالنسبة للعشرات لدينا 0، إذا نترك هذا العمود فارغا. بالنسبة للمئات لدينا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، إذا نكتب هنا 9 في المئات لنحصل على العدد 907. 907، 907 وحدات. هنا لدينا، لاحظوا جيدا، هنا لدينا 2، إذا نضع هنا دائرتين أو شريطين صغيرين، لأن هنا لدينا 2. نمر الآن للمعداد الأخير، لاحظوا هنا الوحدات 1 2 3 4 5 6 7 8 9، نكتب 9. هنا لدينا 4 في العشرات، وأخيرا هنا لدينا 1 2 3 4 5 6. إذا نحصل على العدد 649. 610 و9 وحدات. نمر الآن للسؤال رقم 3، إذا ألون الكتابة بالأرقام الموافقة لكل كتابة بالحروف. إذا سنقرأ هذه الكتابة بالحروف ونختار العدد المناسب لهذه الكتابة 109. هنا لدينا 101 و9 وحدات. إذا هنا لدينا 190، 109، 910. إذا الجواب الصحيح هو 109. هنا نقوم بتلوين هذه الخانة. بالنسبة للسطر الثاني، 340، 314. إذا هنا لدينا 304، 430. هنا لدينا 340. إذا نقوم بتلوين هذه الخانة. 505، 505 وحدات. إذا هذا هو الجواب الصحيح، 505. 909، 909 وحدات. هنا لدينا 999، 909. إذا هذا هو الجواب الصحيح. نمر الآن للسؤال رقم 4، ألاحظ المثال وأكمل من الجدول. لاحظوا هنا لدينا 200، أي في المئات نضع 2، 50، أي في العشرات نضع 5، وفي 7 نضع في الوحدات 7. هنا 600، إذا نضع في المئات 6، لأن 600 تساوي 600، نضع 6 في المئات. 90 تساوي 9 عشرات، إذا نضع 9 في العشرات، ونضع 6 أخيرا في الوحدات. هنا لدينا 900، أي 900. 70، أي 7 عشرات. وبالنسبة للوحدات لدينا 0، نضع 0. هنا لدينا 800، نضع 8 في المئات. بالنسبة للعشرات، ليس لدينا هنا عشرات، إذا نضع 0. والوحدات لدينا 8. نمر الآن للصفحة الموالية. إذا السؤال رقم 5، أحيط الكتابة بالأرقام المناسبة لكل كتابة بالحروف. 606، إذا هنا لدينا 606، نحيط هذه الكتابة. ممتاز. نمر الآن للكتابة الثانية، 666.
هنا لدينا عدد كبير جدا، ليس لدينا هنا 3 أرقام، إذا ليس هو هذا العدد. هنا لدينا 660، وهنا لدينا 666، إذا نقوم بإحاطة هذا العدد 666. أخيرا لدينا 660، هنا لدينا عدد كبير يفوق 3 أرقام. هنا لدينا 660، إذا هذا هو الاقتراح الصحيح، نقوم بإحاطة هذا العدد 660. ممتاز. سؤال رقم 6، ألون أرقام كل عدد حسب التوجيه. هنا الوحدات نقوم بتلوينها بالأزرق، أي العدد 4 هنا بالأزرق، عفوا بالأزرق. إذا كما تلاحظون فالرقم الأول في كل عدد هو رقم الوحدات، هنا لدينا 4 0 5 8 2 7. بالنسبة للرقم الثاني هو رقم العشرات، نقوم بتلوينه بالوردي، إذا 9 6 8 1 1 و9. أخيرا لدينا رقم المئات، نقوم بتلوينه بالأخضر، 3 3. ممتاز. نمر الآن للسؤال رقم 7، أكتشف الأخطاء في الكتابة بالأرقام وأصححها. هنا لدينا 306، كما تلاحظون هنا فهذا العدد مكون من 4 أعداد، 1 2 3 4، وبالتالي فليس هو الجواب الصحيح. 300 بمعنى أن الرقم الثالث يجب أن يكون 3، أي مكان الصفر يجب أن يكون 3، و6 في الوحدات، إذا 3. بالنسبة للعشرات نضع 0، إذا 3 0 6 هي العدد 306، إذا نكتب 306 بهذه الطريقة، 300 10 وست وحدات 306، وليس بهذه الطريقة. هنا لدينا 47، إذا هنا لدينا رقمان فقط، 7 في الوحدات و4 في العشرات. هنا لدينا 900، إذا 9 يجب أن يكون في الرتبة الثالثة، 900 و60 بعدها 60، 9 في المئات وبعدها 60، نحصل على 960، وبالتالي فهذه الكتابة كتابة خاطئة، لأن رقم المئات هنا هو 0، بينما يجب أن يكون 9. 770، إذا رقم المئات يجب أن يكون 7 وبعدها 70، إذا 770 هذه هي الكتابة الصحيحة. بالنسبة لهذه الكتابة هي كتابة خاطئة. ممتاز. نمر لباقي الأسئلة. إذا السؤال رقم 8، ألاحظ ثم أكمل تفكيك وتمثيل وكتابة الأعداد. هنا لدينا عدد ممثل هنا في المعداد، إذا نحسب الوحدات، 1 2 3 4. هنا لدينا في العشرات 2، وفي المئات لدينا 6، إذا نحصل على العدد 624. 624، إذا نقوم بوضع هذا العدد في جدول التفكيك. 600، أي 600، نضع 600 هنا. في العشرات نضع 20، لأن لدينا 10 و10 تساوي 20. وأخيرا في الوحدات نضع 4. إذا قمنا بتفكيك هذا العدد ونكتب هنا 600 زائد 20 زائد 4، إذا هنا قمنا بتمثيل وكتابة العدد، وهنا بتفكيك العدد. نفس الشيء سنقوم به هنا في هذا المثال وفي هذا المثال الأخير. إذا نبدأ بالوحدات، لدينا هنا 5، سنقوم بتمثيل الوحدات هنا في هذا العمود، عمود الوحدات، نضع 5 خطوط أو دوائر. ثم العشرات نضع هنا 7، وهنا لدينا 900، إذا 900 نضع هنا 9 دوائر أو 9 خطوط في العمود الخاص بالمئات. إذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ونكتب هنا طبعا 5
هنا 7 وهنا 9. إذن سنحصل على العدد 975. 975 سنكتب هنا 900 زائد 70 زائد 5، وهو تفكيك للعدد 975. إذا نمر لآخر مثال. هنا لدينا 700 زائد 50 زائد 8، سنضع هذا التفكيك في الجدول. إذا 700 سنضعه هنا 700، 50 سنضع هنا 50 وهنا 8، ونملأ المعداد بهذه الأعداد. إذا بعد ملء جدول التفكيك نقوم بتمثيل هذا العدد. إذا 700، 15، و8 وحدات، نضع هنا الوحدات وهنا العشرات والمئات. إذا نضع هنا 8، هنا 5، وهنا 7. إذا هنا نقوم بملء المعداد. هنا لدينا 8 في الوحدات، 5 في العشرات، و7 في المئات، لنحصل على العدد 758. 758. نمر للسؤال رقم 9. لاحظوا جيدا، هنا أكتب العدد المناسب في كل بطاقة. لاحظوا هذا المستقيم المدرج. هنا لدينا 600، إذن نضيف 10 نحصل على 610، نضيف 10 نحصل على 620، نضيف 10 نحصل على 630. إذن نكتب هنا 630. إذن نكمل 640، 650، 660، 670، 680. إذن هنا 680. ممتاز. 680، 690، 710، 710، 720، 730، 740. إذن هنا 750. 760، 770، 780، 790، 800، 810، 820، 840. هنا 850. 860، 870، 880، 880، 990، 900، 910، 920. هنا 930. إذا نضع هنا 930. ممتاز. نمر للسؤال رقم 10. ألاحظ المعداد والجدول وأكمله. إذا هنا لدينا معداد ممثل هنا في المثال الأول، وهنا لدينا جدول. سنبدأ بالمعداد. لاحظوا هنا لدينا الوحدات والعشرات والمئات. إذا سنملأ هنا العدد المناسب. هنا لدينا 1، نضع هنا 1 في الوحدات. عشرات لدينا 2، والمئات لدينا هنا 1، 2، 3، 4، 5. إذا نضع هنا العدد 500، 520. 500، 521. إذا رقم الوحدات دائما يكون هو الرقم الأول. هنا لدينا 1، إذا نضع الرقم الوحدات 1. دائما الوحدات يكون هو الرقم الأول في العدد. بالنسبة لرقم العشرات هو الرقم الثاني، أي رقم 2. وبالنسبة لرقم المئات هو الرقم الذي يوجد في المرتبة الثالثة، وهو هنا الرقم 5. إن هذا بالنسبة لرقم الوحدات ورقم العشرات ورقم المئات. بالنسبة لعدد الوحدات، كم لدينا من وحدة في 521؟ طبعا لدينا 521 وحدة. إذا عدد الوحدات هو 521. إذا قمنا بتفكيك هذا العدد إلى وحدات سنحصل على 521 وحدة، وبالتالي فعدد الوحدات هو العدد 521. بالنسبة لعدد العشرات، كم لدينا من 10 في 521؟ لدينا هنا 2 زائد 500، وكل 100 تحتوي على 10 عشرات. إذا 500 تساوي 50 عشرة. 500 تساوي 50 عشرة، زائد 2 تساوي 52 عشرة. إذا عدد العشرات هو 52، لأن كل 100 تحتوي على 10 قضبان، وبالتالي عدد العشرات هو 52 في هذا العدد. عدد المئات طبعا هو عدد الصفائح، لدينا هنا 500، إذا عدد المئات هو 5. نفس الشيء هنا في الجدول. رقم الوحدات هو الرقم الأول، أي 6. إذا نضع رقم 6 هنا في رقم الوحدات،
بالنسبة لي رقم العشرات هو الرقم الثاني، أي صفر نضع صفر في رقم العشرات، والمئات نضع ثلاثة في رقم العشرات. بالنسبة لعدد الوحدات طبعا هو 306، عدد العشرات هو 30، 30 عشرة لدينا في هذا العدد، وعدد المئات هو 3. ممتاز، نمر للصفحة الموالية. التمرين رقم 11، ألاحظ المثال ثم أكمله. طبعا هنا لدينا معداد، لدينا الوحدات، العشرات، المئات. إذن سنحسب هنا عدد الوحدات، 1 2 3، نضع هنا 3، وهنا لدينا 1 2 3 4 5، نضع 5. هنا لدينا 0، نترك هذا العمود خاص بالوحدات فارغا. هنا لدينا 8، نضع 8 دوائر هنا في العشرات، أو 8 أشرطة. إذن 1 2 3 4 5 6 7 8، وهنا نضع 5 في المئات. إذن 1 2 3 4 5. هنا نملأ هذا المعداد، لدينا 1 2 3 4 5، إذن نكتب هنا 5. هنا لدينا 0، إذن نترك العشرات، هذا العمود نتركه فارغا. وهنا لدينا 1 2 3 4 5 6 7 8، إذن نكتب في المئات 8. ممتاز، نمر للسؤال الموالي، سؤال رقم 12. إذن السؤال رقم 12، لاحظوا جيدا هنا، أكمله. هنا لدينا 718 وأربع وحدات، إذن نحدد العدد الذي يتكون من 718 وأربع وحدات. إذا نبدأ بالوحدات، دائما الوحدات تكون في المرتبة الأولى، بعد تليها العشرات، وأخيرا لدينا المئات. إذا العدد الذي حصلنا عليه هو 784. دائما نبدأ بالوحدات ثم العشرات وأخيرا المئات. إذا هنا الوحدات لدينا 6، عشرات لدينا 3 عشرات 3، والمئات لدينا 9. إذا العدد الذي حصلنا عليه هو 936. هنا لدينا 834. إذا نبدأ بالوحدات، الوحدات هو 4 هو الرقم الأول، الرقم الثاني هو 3 وهو العشرات، رقم العشرات، وثمانية هو رقم المئات. إذا 834 هو 883 وأربع وحدات. هنا لدينا 985، نبدأ بالمئات، إذا 9 ثم العشرات ثم الوحدات. إذا المئات توجد في المرتبة الثالثة، العشرات في المرتبة الثانية، والوحدات في المرتبة الأولى. نمر الآن للسؤال الموالي، سؤال رقم 13. لاحظوا هنا، ألاحظ المثالين وأكمل. لاحظوا، سنبدأ هنا من اليسار، 839 تساوي 800 زائد 30 زائد 9. قمنا هنا بتفكيك العدد 839، بحيث 8 هو رقم المئات، 800 تساوي 800، 13 تساوي 30، و 9 وحدات تساوي 9. هنا لدينا 600، إذا سنكتب 600 زائد 50، هنا 5 15 عشرات هنا، و 4 وحدات هنا، إذا سنكتب 600 زائد 50 زائد 4. ممتاز، نمر للمثال الموالي. هنا 950 تساوي، طبعا هنا 900 تساوي 900، 5 عشرات تساوي 50. هنا ليس لدينا الوحدات، إذا نضع 900 زائد 50. هنا لدينا 700، إذا 700، 4 عشرات 40 و9، إذا 700 زائد 40 زائد 9. هنا سنقوم بتجميع هذا المجموع ونكتب العدد هنا. هنا لدينا 853، إذا 8 في المئات، 5 في العشرات، و 3 في الوحدات، وسنحصل على العدد 853.
هنا لدينا 600 أي 600 10 واحدة واثنان، إذا سنحصل على 612. أخيرا 987، إذا 918 و7 سنحصل على العدد 987. نمر للسؤال الموالي، السؤال رقم 14، ماذا يمثل الرقم 5 في كل من الأعداد التالية؟ هنا 895، كما تلاحظون فالرقم 5 يوجد في الرتبة الأولى، إذن هو يمثل الوحدات. هنا في المرتبة الثانية يمثل العشرات، هنا في المرتبة الأولى وحدات، هنا في المرتبة الثالثة يمثل المئات، هنا 5 تمثل العشرات، وأخيرا 5 تمثل المئات. نمر للسؤال الموالي، سؤال 15، اكتشف الأخطاء وأصححها. 909، طبعا جميع هذه الأعداد هي أعداد مكتوبة بطريقة خاطئة، لأن 900 يجب أن يكون في 9 في المرتبة الثالثة هنا، إذن هذه الكتابة كتابة خاطئة، إذن 909 وحدات وليس لدينا هنا عشرات، إذن 900 تكتب بهذه الطريقة، 3 أرقام فقط. 880 نفس الشيء، 800، إذن 8 يجب أن تكون في المرتبة الثالثة، و80 بعدها 80، 3 أرقام فقط، 880، 880. 111، إذن 111 لدينا 101 بعدها 11، إذن نكتب 111 بهذه الطريقة، 111، هذه كتابة خاطئة، ليكون العدد يتكون من 3 أرقام، رقم المئات والعشرات والوحدات. نمر للسؤال الموالي، سؤال رقم 16، أعد بعشرة وأكمله. طبعا هنا لدينا 100 زائد 10، 110، 120، 130، نعم جيد، 140، 150، 160، 170، 180، 190، 200، 210، 220، 230، 240، 250، 260، 270، 280، 290، 300. ممتاز. السؤال الأخير، أعد بخمسين وأكمل. إذن هنا 0، 50، 100، 150، 150 زائد 50 تساوي 200، 250، 300، 350، 400، 450، 500، 550، 600، 650، 700، 750، 800، 850، 900، 950. إذن كان هذا آخر تمرين في هذا الدرس، الدرس الرابع مخصص للأعداد من 101 إلى 999. شكرا لكم على حسن تتبعكم، والسلام عليكم.